إذا سمحت لي سيادة العميد، بالنسبة للرواية الروسية يعني هنا أيضا هناك أكثر من تصريح لمسؤول روسي، وإذا ما بدأنا من موضوع أيضا تصريحات لرئيس إدارة منطقة خاركيف الموالي لروسيا يتحدث بأن عدد المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يتجهون نحو خاركيف كان أكبر بنحو 8 مرات من القوات المقاتلة بالنسبة لروسيا في تلك المناطق. بالفعل هنا القدرة العسكرية البشرية لأوكرانيا، هل هي السبب أيضا من أسباب نجاح الأوكراني في التفوق في تلك المنطقة؟ أنا لا أخفي لك سرا إذا قلت لك أولا العمليات، تكلمنا عن العنصر الاستخباري الآني من الأقمار الصناعية، 44,000 قمر صناعي تجاري تتجسس على روسيا، لكن الذي يدير العمليات ويخططها قد تصدق وقد لا تصدق الأمريكان وبرتب عميد، وهم من كبار القادة العسكري المخططين في البنتاغون، هم من يخطط العمليات وهم من ينقل القوات الأوكرانية وليس العدد البشري، ينقلون القوات الأوكرانية من ألف إلى ياء بتوقيتات. الهجوم الذي خططه الأمريكان 7 محاور الآن يتم الهجوم على خاركيف، يعني تخيل 7 محاور هم على وشك أن يقوموا بإطباق فك الكماشة عليهم، وبالتالي سيصبح الروس مشروع تطويق. الذي يخطط العمليات هم الأمريكان والبريطانيين، وخاصة الأمريكان مسحوبين بمعلومات دقيقة. لن يسمح الأمريكان بأن تنتصر روسيا بهذه الحرب، هذه خطوط حمراء وضعها الأمريكان، ولكن لا يتكلموا، هم لا يتكلموا على الأمريكان.